ما تقولي على طول عايزه ايه يا سخية؟ عايزاكي تروحي لنفيسة وتبخي في ودنها، تقولي لها ان سخية خاينة العيش والملح، وان انتي خدتي فيا مقلب، وان انا لازم اتربى. ايه الكلام ده؟ وانا ايه اللي يخليني اعمل كده؟ مش بس كده، عايزاكي تخليها تجيب النسوان اللي بالك فيهم وتجيلي عند بيت فهيم. يا لهوي، انتي اتجننتي يا بت؟ هتعملي اللي بقولك عليه ولا لا يا رقة؟ لا طبعا، انت اختي مش صاحبتي، ولو طلبتي مني روحي ما حوشهاش عنك. بس اللي بتقوليه ده انا مش فاهمه منه حاجه. بصي بقى، انا هقولك اللي عندي، وتزعلي ولا ما تزعليش انت حره. جوازك من فهم من الاول كان غلط. طب واذا قلتلك ان انا اللي بطلبه منك ده في مصلحتي؟ ازاي يعني؟ وانا مش هعمل حاجه غير لما استفهم. عايزه الناس كلها تعرف ان انا اتجوزت فهيم، المعلم فهيم. لما الناس كلها هتعرف ان انا اتجوزته على سنه الله ورسوله، محدش هيقدر يفتح بقه، وكل اللي حصل هيتنسي. عارفه ليه؟ ليه يا سخية؟ عشان فهيم ايده في بقه كل واحد في الحاره، عشان ليه في كل بيت جميل، عشان الناس بتهاب وبتخاف ومحتاجاله، عشان غني. ولما الناس بتبقى محتاجة بتجري تتسند عليه، فهينسوا غصب عنه. طب ومال اللي بتقوليه ده باللي عايزانا اعمله؟ مش بيقولوا السمعة البطالة عمرها ما بتنضف؟ مش صحيح، السمعة البطالة عمرها ما بتنضف طول ما انتي محوجة، لكن لما بتبقي فوق الناس بتنسى. مش عشان عايزة تنسى، عشان خايفة ومحتاجة. يعني انتي عايزاني اعمل كده عشان سمعتك، عشان الناس تعرف انك متجوزة فهيم؟ عشان ابويا اللي ما كنتش لاقي حد يشيل معايا خشبته، زي ما نفيسة كسرته وقهرته وهو عايش، عايزة اجيب له حقه حتى وهو ميت. حاضر، اللي تشوفيه. هقول لك ايه،